في بداية هذا اللقاء أود أن أتقدم بالشكر لوسائل الإعلام عامة على تغطيتها ومواكبتها لأنشطة الهيئة. نشاط اليوم كما لاحظتوا مختلف، الأمر يتعلق بوقفة احتجاجية لمدة ساعة بناء على قرار ديال مكتب جمعية هيئة المحامين المغرب بالتوقف عن العمل طيلة هذا اليوم مع وقفة احتجاجية من 11 ل 12 نهار. هذه الوقفة تأتي في إطار الخطوات التي تم تقريرها كخطوة إنذارية احتجاجية على حملة الممنهجة التي تستهدف مهنة المحاماة، والتي بدأت بتسريب مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة في ظروف غامضة، ثم الإعلان الانفرادي لوزارة العدل عن الامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ثم إقرار أو وضع مقتضيات ضريبية جديدة تخص المحامين في مشروع القانون المالي لسنة 2023. وما نلاحظه أولا على إقرار هذه المقتضيات الكاملتان هو عدم احترام المنهجية التشاركية التي دأبت وزارة العدل والحكومة المغربية عامة على احترامها في علاقتها مع مختلف القطاعات ومنها جمعية هيئة المحامين المغرب منذ عقود من الزمان. في هذه المرحلة غابت هذه المنهجية، بل غيبت هذه المنهجية، لا ندري لفائدة من ولمصلحة من هذا الاحتقان الذي تعيشه منظومة العدالة. المحامون حتى نكون واضحين ليسوا ضد امتحان الأهلية، ليسوا ضد التحاق المواطنين المغاربة وأبناء الشعب المغربي مهنة المحاماة، ولكن كان يجب الاستماع إلى ممثلي مهنة المحاماة لمعرفة والوقوف على حقيقة الوضع المادي والقانوني والواقعي لهيئات المحامين المغرب لتوفير الشروط الموضوعية لاستقبال الوافدين الجدد في ظروف تضمن لهم تدريب وتكوين يليق بهم سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى المكاتب التمرين. الأمر الآخر متعلق بهذه المقتضيات الضريبية، كذلك أؤكد وأوضح بأننا لسنا ضد أداء الضرائب، المحامين يؤدون الضرائب كباقي المواطنين المغاربة، لكن هذه المقتضيات الجديدة التي أتى بها المشروع القانون المالي سنة 2023 المتعلقة بالاقتطاع من المنبع هي التي عليها مجموعة من الملاحظات، أهمها أنها لا تراعي الخصوصية مهنة المحاماة، لا تحترم ولا تراعي حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء بشكل مجاني، لا تراعي كذلك العدالة الجبائية. لذلك لو كان تم الاستماع إلى ممثلي المحامين المؤسسات التمثيلية لربما كان الاتفاق قد يقع على مقتضيات مناسبة وعادلة وشاملة لمهنة المحاماة. الوضع الآن هو أننا بدأنا حوار مع وزارة المالية، نتمنى أن يثمر على نتائج إيجابية ترفع هذه الحالة ديال الاحتقان. نتمنى من وزارة المالية أن تستجيب لمطالب الأجهزة أو المؤسسة التمثيلية لهيئات للمحامين المغاربة، وأن تسحب هذه المقتضيات الجديدة مع إبقاء طبيعة الحال على المقتضيات العادية المعمول بها خلال هذه السنة، حتى يتم الوصول إلى اتفاق على أرضية واضحة وتصور يضمن العدالة الجبائية ويضمن مراعاة خصوصية مهنة المحاماة. وحتى ذلك الحين فالمحامون جاهزون لتسطير برنامج نضالي واضح وقد يطول، وهذا ما سيتقرر في اجتماع مجلس الجمعية المقرر اليوم الجمعة في ضيافة هيئة المحامين الدار البيضاء. نتمنى أن ينفرج أو تنفرج الأجواء قبل هذا التاريخ حتى نذهب إلى اجتماع مجلس الجمعية في ظروف مناسبة تضمن السير العادي ولمنظومة العدالة، حماية لحقوق جميع الأطراف والمواطنين على وجه الخصوص. وشكرا لكم.